أصبح الاستهانة بالكلمة يدل على جهل المتكلم بخطر الكلمة. لبعض الناس يقول يعني هي الكلمة دي اللي هتوديني في داهية؟ والله كلمة ممكن توديك في داهية. كلمة واحدة، كلمة واحدة ممكن تهلكك. أضرب لك مثالا من الواقع، بعض الناس ممكن في عركة متعارك وغضبان يا عيني وإيه ومتنرفز، يروح سابب الدين. أهو سابب الدين ده إيه؟ كفر والعياذ بالله. لو مات مات كافرا، مصيبة. طب ده يعمل إيه؟ ده يلزم أن ينطق بالشهادتين، يلزم أن ينطق بالشهادتين. يقول أصلا كنت غضبان، عارفين أنت كنت غضبان، كفرت برضو، ما فيهاش نقاش، سب الدين كفر. يقول أصلا كنت ساعة نرفزة، والله لما تبت تقول أهي كلمة، أهي كلمة. يقول يعني هي الكلمة ممكن توديني في داهية. تخيل كده واحد في عركة يسيب الدين وينضرب مثلا ضرب على رأسه مثلا ويموت، مات إيه؟ مات كافرا والعياذ بالله، مصيبة. فالإنسان ينتبه لخطر الكلمة.